أربع خميس جمعة. أحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا اسمي ريان نجم الدين، عمري 12 سنة. نحن من مدينة أريحة. لدي أربعة أخوة، أبي وأمي لقد استشهدوا. أمي استشهدت بالقناص، أبوي استشهد كان معاه مرض، وبيوتنا انحرقت وانهدمت وجينا لهون. نحن قاعدين خمسة قلب الغرفة، اجت عاصفة وامهدت الغرفة ومنظمت ليها نشكرها لأني تأجيت وكفلت أولاد الشهداء، جزاهم الله كل خير.